السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اخوان، كيف ترسبن دورية شرطة داخل القسم او اي سيارة داخل غرفة او داخل مبنى؟ تطلب اي سيارة عندك ما قد ركبتها من قبل وتجري بسرعة للمكان اللي تبغى تترسبن فيه السيارة. طيب، فانا دخلت الغرفة هذه ودحين برسبن سيارة، ليش؟ ايش الحكمة من الموضوع؟ اذا السيارة ما قد ركبتها من قبل تطول شوية عبال لا تترسبن، يختلف عن السيارة اللي دائما تركبها دائما ترسبن جنبك على طول. أما السيارة ما قد ركبتها من قبل يوم تيجي ترسبنها تتأخر شوية عبال لا تترسبن. فتشوفوا دحين بعد شوية حتترسبن معايا الدورية داخل الغرفة هذه، يعني اللي يجي ينصدم يقول كيف أنت دخلت الغرفة؟ أنت يعني شوف الباب صغير، كيف رسبنت السيارة معك؟ فهذه هي الطريقة، يعني هي الطريقة الحلوة، يعني تيجي أوه تنادي اصحابك كيف دخلت السيارة هذه كذا، اوه شوف كيف حركة اسطورية. فشي صراحة جميل. وبس هذا كان كله في المقطع.